ابحث عن مكان تأتي منه حتى أحفز ذاتي. أنا ما هو المكان؟ قبل شيء قلنا من هم الأشخاص الذين يحفزوني، أنا أقولها الآن، ما هو المكان الذي يحفزك؟ لاحظوا معايا، السعادة مكان تأتي منه وليس مكان تحاول الذهاب إليه. خلونا نعيد هذه التغريدة حلوة. السعادة مكان تأتي منه وليس مكان تحاول الذهاب إليه. أنا أبغى أروح أدور السعادة وأروح أبحث لها، لا، السعادة موجودة عندي وأنا أستطيع أني إيش أنطلق من خلالها. أنا السعادة موجودة عندي، سوف أنطلق من تذكري ب ما شاء الله الخيرات اللي عندي والنعم التي أتمتع فيها، الصحة، العافية، الأهل، الأصدقاء، الحمد لله، إذا أنا شعرت بالسعادة، السعادة موجودة عندي، فأنا أنطلق من هذه السعادة التي لدي إلى العالم، ولا أقعد أدور السعادة يا رب إنه هناك، يا رب أصير سعيد إذا سويت كذا، خليني أروح المطعم الفلاني وأصور للناس يمكن أصير سعيد، يا رب، لا لا لا، كذا لن تستطيع أن تصل إلى السعادة بشكل جيد. للأسف هذا سوف نتجاوزه. رقم 10، تميز في علاقاتك، وفيها كلام كثير. تعامل مع الأمور بعض الأحيان بمنطق اللعب، ولها شرح كمان كثير سوف تجاوزها. اشعل من يومك رائعة من الروائع، وقل هذا أفضل يوم عندي. أريد أن أصل إلى تغريدة الختام التي أريد أن أختم بها، وتقول: يكفي، لا يكفي أن تكون على قيد الحياة، بل يجب أن تكون أيضا على قيد الأمل، على قيد الحلم، على قيد التفاؤل، على قيد شيء جميل سيحصل لك يوما ما. عيشوا الأمل والتفاؤل في حياتكم. شكرا لكم، والآن مع الأذان